باسمي وباسم عشائر ولد علي من قبيلة عنزة في سوريا والوطن العربي، وخاصة في حوران، حوران الكرامة، نتقدم بالشكر للزعيم العربي الأصيل وليد بيك جنبلاط لوقوفه جانب الشعب السوري الطامح للحرية والكرامة، كما نثني على مواقفها الحكيمة الهادفة إلى استقرار المنطقة لإقامة دولة العيش المشترك بين أبناء الشعب السوري، كوننا متعايشين نحن وجميع الطوائف، إن كان يعني جميع الطوائف، إن كان سني أو علوي أو درزي أو 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 كرد، نحن كلنا نعيش تحت سقف واحد. وكما أنني أناشد ومن هذه دار العز دار الكرامة، أناشد أهلنا، نناشد أهلنا من أهل حوران ومن أهل الجبل، عيال معروف أبناء المجاهد سلطان باشا الأطرش، بالابتعاد عن الفتن التي يفتعلها النظام من أجل التفرقة، كما نطالب بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لأنها ملك للشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وسياسي في سوريا الحبيبة. شكرا. ضم صوتي إلى صوت الإخوان العرب من أهل من عشائر أهل عنزة وإلى المرسلين عرب حوران. أضم صوتي إلى أن أهل حوران وأهل الجبل عائلة واحدة في النضال في العيش المشترك، وأضم صوتي وأقول أرحب بهم في هذه الدار دارهم، وأقول لإخواننا في جبل العرب بأن يبتعدوا عن الفتنة التي يريدها النظام بين العائلة الواحدة، وإن شاء الله لن يبقى هذا النظام، لكن علينا أن نتعاون سويا وأن نبتعد عن مشاريع الفتنة كما حدث بعدما خطف 3 من إخواننا العرب البدو في السويداء وقتلوا من قبل المخابرات وأعوان المخابرات. فأهلا وسهلا بكم في هذه الدار، وسنستمر في التعاون والانفتاح والعمل سويا من أجل منع الفتنة ومن أجل سوريا حرة، سوريا حرة ديمقراطية تحفظ التنوع مع جميع المكونات الشعب السوري من كرد وعلويين وسنة ودروز ومسيحيين وإلى آخره.